درت اختي ليسانس اختي هو 18 درهم 17.80 بزاف هادشي هذا اختي. انا كنت ندير دابا 10 درهم ولا تندير دابا 30 درهم تقريبا يوميا بزاف والو كنمشي للرباط وكنجي كتمشي لي اختي. درهم ونص بزاف والله اختي. اختي الضعيف وهذا حنا بعدا حنا نقولوا حنا خدامين شويه واللي ما عندوش مسكين شنو يدير؟ وي يديروا لنا شي حل هذا الشيء راه بزاف فهمتيني راه فهمتيني شوفوا يعاونوا شويه ولا هذه حتى دابا داروا الدعم لصحاب صحاب السيارات الاجره وهذا والمواطن شنو يدير؟ والعيد جاي وهذا الله يحسن له وانو صافي اختي. وا بزاف مرتفعه اختي لقينا جوج دراهم جوج دراهم جوج دراهم اللي زايده هذا الشيء راه بزاف. وحنا راه الحرفيين راه واكلين المهنيين شيفور طاكسي شيفور طاكسي ولكن راه واكلين العصا ما بقيناش دابا ولينا خدامين على المازوط. المازوط هو اللي ولينا خدامين عليه دابا. النهار ديال الشيفور ما بقاش تيصور ولا اللي صوروا خصو يعطيه البومب. وهادشي زعما الحكومه ما بغات دير معنا حتى شي حل. هادشي المسؤولين يعني ويتقوا فينا وجه الله يتقوا فينا وجه الله ويشوفوا من حال الدرويش والمهني. المهني راه مقهور مقهور بزاف من ناحيه المستغل من ناحيه مول الكريمه من ناحيه كل شيء من ناحيه لاسيرونس من ناحيه يلا جيتي تشوفي راه شيفور طاكسي ولا 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 كاع القطاع راه مشى. دابا المشكل كل مره كيتزاد. لا دابا راه المشكل واخا داك الدعم اللي عاطينا راه ما كافيش. ودابا الا جيتي راه كاينين جوج شيافر ثلاثه شيافر اللي كيقسموا في طاكسي واحد يعني كي غادي هذاك الدعم الا جينا نقسموا راه لقاو حنا خاسرين اكثر من اللي الدوله كتدعمنا. حنا تنطلبوا المسؤولين يشوفوا من حال المهني وداك الشيء تنترجاو في الله. زايد راه بزاف ماشي شويه راه في 2016 درهم و65 فرانك راه زعما بزاف. ما نعرف هادشي بزاف انا ما لا دابا في هذا العام هذا ديال الحكومه الجديده راه قلع واحد التقليعه ما عمرها كانت من 7 درهم 8 درهم 9 درهم 10 دابا راه وصل تقريبا 16 درهم. شنو رسالتك للمسؤولين؟ ها؟ شنو رسالتك للمسؤولين؟ تنقول لهم شوفوا من حاله الدرويش راه بزاف هذا الشيء. زعما بالنسبه للترونسبور راه بعد ما الخضره تغلى جات الخضره من قادر لنا شحال هذا تزاد ديال المازوط. اذا راه هادشي كيخرج من الدرويش باش تولي الخضره كتزاد واحد الثمن خيالي راه كيتخلصوا من الدرويش هو كيتخلصوا منه في هذه المسائل هذا راه بزاف زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. حنا تنديروا ليسانس عندنا في فلوكه تنكونوا خارجين بياخي تنديروا 2000 درهم 2000 درهم تقدر تبيع 800 900 درهم فهمتي؟ كنبيعوا 900 800 درهم تقدر تبيع حتى 5000 درهم ولكن دابا حاليا اليوم هو الزيت دابا 70 سنتيم ولا 80 سنتيم شحال ولا هذا غادي 360 ريال 360 ريال وانت غادي تشد الفندق غادي يقع البحر وغتصور تقريبا شي 1000 درهم ولا 1500 درهم فين هي 1500 درهم اخرى هاد الزياده غادا واش تطلع دابا تقريبا انا نعطيك واحد يومين ثلاث ايامات ولا 20 درهم غتولي 25 درهم واش غايديروا كلشي غيحبس هاد الفليكيه غيحبسوا غاد نسحب لحد شي ترونسبور كلشي غيحبس بس الزياده هادي رسالة المسؤولين تنهضر بصفتي انايا كمواطن كبحري كمول قريب ديال الصيد البحري هاد الارتفاعات هادو راه ما خداميش راه اي واحد دابا الارتفاعات ديالو راه غيباري غيحبس. دابا حنا نديرو حنا اي بلان ريزيرفوار تيجيبوها هاي ها ريزيرفوار شحال تجي 25 طرو 25 طرو شحال دايره قول 300 درهم هي ولات 350 غتولي 370 غتولي 400 درهم واش غايدير بنادم راه ما يخرجش لهاد البحر اسيدي حنا غنباريو ما نخدموش كاع وصلات على النبي وديريكتو ها الاروه ديال الله ولا قانون هو هذا يعني دريهم حنا نبقاو غاديين في الدراهم تنوليو 25 درهم دابا هما شي غلاو ديك الفرصه ديال راه بين بين الحوره وبديك العالم ولكن حنا راه بالنسبه حنا راه عندنا عالم ديالنا بوحدو راه زي خصو اتفاقات باش هادشي تحيد شي شويه راه كلشي غيباري باليا انا واش انا كاين اللي باري مسكير ما عندوش ما ياكل لولادو بحال دابا تيصور بنادم 300 400 درهم في يومين ولا ثلاث ايام غيولي يصورها 150 درهم غتولي 100 درهم غتولي غدا وكتنزل غتولي 50 درهم 50 درهم شاد دير لك راه حتى لعبه ديال الفطور ولا ديال الغداء ولا ديال هو عصير دابا شحال ولا ولا ب 7 درهم والله يا ربي الله غادي داكشي يمشي يطلع.
اي اختي كاين واحد الزياده، وحنا الزياده هذه راه قهرتنا، تنطلبوا من الحكومه باش ينخفض الاسعار ديال المحروقات. والسلام عليكم. شحال تقريبا تزاد؟ تزادت واحد درهم ونص في ليسانس، وتنطلبوا منهم ينقصوا لنا من هاد المحروقات هذو، والله ما يسير تبارك الله. الموطور يطرو اللي تنديرو تيدي ليا 4 كيلومتر تيسالي، خرجوا علينا، تنطلبوا من السلطات ومن الحكومه باش تحيد لنا هاد الارتفاع اللي كاين. دابا كل نهار كيزيدوا يمكن تقريبا يوميا الزياده، الناس غتحط الحديد وغتبقى تمشي على رجليها غنرجعوا للكرارس. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.